الله فيك. شكرا متابعين ديال القناه الالكترونيه اشواق، مرحبا بكم. اليوم انا كنتواجد في واحد المدينه اللي كنرحب بكم فيها، حتى هي مدينه مكناس، مدينه اسماعيليه اللي زوينه بزاف. اليوم انا كنتواجد في مركب الثقافي المنوني بواحد الاحتفال كنحتفلوا به جميع وكنفتخروا به، هو عيد الميلاد ديال صاحب السمو الملكي الامير مولاي الحسن. واليوم دعوني صحابي دعوني في داكشي ديال الكوميديا، ماشي المشاكل ولا شي حاجه، عيطوا لي باش نكون حاضر معاهم. ثنائي شعبان ورمضان الاصدقاء ديالي، انا متواجد معاهم اليوم في واحد الحفل هنا زوين اللي فيه مجموعه ديال الفقرات الفنيه اللي كانوا كيتواجدوا فيه حتى مجموعه ديال الفنانه اللي هما ضيوف شرف كالاستاذ جواد السايح، جمال العبابسي، عبد الله شيشه، الفنانه زهور سليماني. يعني في برنامج كان زوين بزاف والله العظيم، الا داكشي عرفتي ولا ما كاينش مزاح زين. اي من بعد ما شديت ستاند اب مشيت شديت 20 مليون جلست كناكلها حتى تقدا عاد البال. لا كانوا مجموعه ديال الاعمال اللي هما كنت في واحد الجوله وطنيه مسرحيه، يعني ابار التلفزه كاينه الخدمه، ماشي غير الخدمه ديال التلفزه، يعني ابار مورا ستاند اب، يعني حضرت في مجموعه ديال المهرجانات وطنيه، يعني كثير بزاف ديال المدن زرتها من خلال المهرجانات. دزت في واحد الفيلم مع عبد الله فركوس، دزت على القناه الاولى، دزت مع السهره ديال جماعتنا الزينه مع نسيم حداد، خديجه اطلس، يعني مسرحيه في القناه الامازيغيه، يعني كانوا اعمال فنيه. ولكن حنا باقيين في البدايه، يعني ما نقولوش بزاف، ولكن الحمد لله حنا يلاه غاديين، ونتمنوا ان شاء الله يكون الخير. دابا راه 23 مليون غادي نخرجوا نقلبوا على عاوتاني. فعلا من بعد البرنامج يعني كتلقى واحد الصعوبات باش تكمل في الدومين، هي سبب رئيسي، يعني اللي هو كنشوفه انا سبب رئيسي هو الاول، هو البعد ديال المدينه. يعني فاش كتكون في واحد المنطقه اللي كتكون ماشي كنقولوا ما فيهاش حدود فنيه، يعني كتكون بعيد على بحال مثلا كازا الرباط، يعني المدن اللي هما فيهم الفن، يعني كتكون بعيد على المجال وعلى العلاقات الفنيه اللي كتخليك تشوف هذا وهذا وهذا. يعني حتى هذه كنشوفها انا سبب. مدينة خنيفرة هي مدينة اللي كنفتخر بها وكنعتز بها، وانا ابن مدينة خنيفرة وزاديت خنيفرة، والناس ديال خنيفرة الله يعمرها دار، يعني ناس بسطاء، ناس ديال الكرم. انا ما كنهضرش على الناس ديال خنيفرة في الدومين، وبالعكس خنيفرة هي فيها مجموعة ديال الطاقات الفنية، مجموعة ديال الشباب اللي ما لقاوش حتى هما فرصة باش يبانوا، وخنيفرة معروفة بالفن ديال الفولكلور، بالفن الامازيغي، يعني بالجبال ديالها، بالطبيعة ديالها اللي زوينة. انا كنهضر على الناس اللي كما كنقولوا مخرجين، شركات ديال الانتاج، هادشي ما كاينش في خنيفرة. يعني خاصك تمشي للمدن اللي فيها شركات الانتاج غادي يشوفوك، يعني مخرجين اللي غادي تشتغل معاهم. يعني خنيفرة يعني مدينه صغيره، يعني ما فيهاش هذاك الدومين. لا بالعكس، يعني انا كنشوف راسي، يعني مازال كما كنقولوا مازال الاسم كاين، يعني انا كنخرج كيتلاقوني الناس كيعرفوني كيسلموا عليا كيهضروا معايا، هذا انا حاجه كنعتز بها وكنفتخر بها. وعبر مواقع التواصل الاجتماعي راني حاضر، يعني عندي صفحه في فيسبوك، يعني كيتفاعلوا معايا فيها مجموعه ديال الناس، يعني في يوتيوب، يعني كاين كنحس براسي ماشي ما تعطانيش حقي، ممكن نكون ما جيتش على البال كما قلت لك قبيله، كنت بعيد. يعني فاش كتكون قريب وكتكون ديما كيتذكر الاسم ديالك، ولا كتكون في وسط ذاك الوسط الفني، يعني كتكون ديما حاضر، يعني ممكن تكون بعيد، يعني كتنسى بحال هكا، يعني ممكن واخا يشوفك ويبغي يشتغل معك ولكن ما غاديش يشوف قدامه، ممكن ينساك. يعني لحد الان انا كنقول مازال في بدايته، ومازال كنطمحوا ان شاء الله يكون الخير. الحاجه اللي ضرتني بزاف في خاطري هي الوفاه ديال الام ديالي الله يرحمها، يعني توفات بكوفيد، يعني بكورونا، يعني الله يبعدها علينا. هذه هي الحاجه الوحيده اللي بقات ضارني وغتبقى ضارني، والله يحفظ لكم الامهات ديالكم اللي عنده الام ديالو، الله يخليها عليه، الله يخلي لكم الوالدين، واللي توفى والله يرحمه. فعلا كانت كتساندني، وكما كنقولوا فاش كدير شي حاجه وكتنجح، يعني كتبغي تشوف والديكم اللي يفرحوا ليك، وهذه يعني كتكون ديما كدير شي حاجه باش غادي تنجح وغادي يفرحوا والديك، وهذه يعني فاش كيمشيو الوالدين، يعني واخا دير اللي درتي
يعني ما كتلقاش واحد الطاقه اللي كتكون تتعاونك وتشحنك باش تقول انا نجحت ولا انا درت. يعني الوالدين كيبقاو فوق الراس، ولكن كاين الجمهور وكاينين الناس اللي كيبغيونا. تحياتي من هذا المنبر ديال الاشواق على جميع الجمهور المغربي. الحاله العائليه ديال زكريا اوراسام، انا متزوج وعندي بنيته، يعني عندي بنيته الله يخليها لي والله يخلي لكم جميع الوليدات ديالكم الله يحفظهم. انا متزوج وعندي بنيته وناضي وغادي، الحياه هي هذيك غاديه بالتكتكه. كونت اسره الصغيره ديالي وانا غادي تتكبر. الجديد ديال زكريا اوراسام هي كاينه واحد الجوله وطنيه ان شاء الله، واحد السبيكتاكل اللي هو غادي يكون سبيكتاكل كوميدي مع الدراري ديال ستاند اب، سميتو 8 مليون، غادي يكون ان شاء الله في مجموعه ديال المدن المغربيه قريبا. شي حاجه مازال مخبيه ومازال ما عرفتهاش، راه مازال ما عرفتهاش حتى انا مازال مخبيه حتى تبان ودي اش واقع. راه ما بقى ما نقول لكم داك الشيء اللي قلنا لكم، راه كله قلت شيء اش واقع، راه قلنا لكم اش واقع. الله يرحم الوالدي والسلام عليكم. تحيه للجمهور المغربي فين ما كانوا، في خارج الوطن وداخل المطار، وتحيه للجمهور اللي متبع الجريده الالكترونيه اش واقع. تنقول لكم الله يعطيكم الصحه، وتنتمنى لكم ان شاء الله ديما تكونوا بخير وعلى خير. الشمس ونكسى الزرها يا خدا نسرها المشاكل صافي، ما كاينش المزاح. ايه هو برك على البطونه يطفى. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.